قبل كده ممكن قلت مع حضرتك النادي الاهلي لما بيركب الدوري ما بينزلش يا كابتن، لان من الفرق الكبيره هي ازاي تحافظ على القمه، ان انت ممكن توصل للقمه لكن ازاي تحافظ على النادي الاهلي عنده لعيبه، عندها مسؤوليه كبيره بشكل كبير جدا بشكل محترم، عنده لعيبه تتحمل المسؤوليه. الحاجه الثانيه انت عندك لعيبه كمان، ان الفتره دي يا كابتن فاروق ان كله عنده طموح يلعب كاس عالم، فبالتالي كل لعيب بيقدم عليه بيدي بشكل كبير جدا بشكل محترم. والنهارده الكابتن حسام البدري، وانا اعتقد ان الكابتن حسام حتى اللي بيقعد يا كابتن احتياطي ما بيبقى زعلان، بينزل بيقدم بشكل كبير جدا. كابتن حشيش، هل طموحات لعيبه النادي الاهلي وطموح الجهاز الفني والعامل النفسي قبل ما نخش في الفنيات هتبقى من اهم العوامل اللي ممكن تفرق مع النادي الاهلي في القائه غدا؟ بص، هو العامل النفسي طول عمره موجود في لعيبه النادي الاهلي. اختلاف الاجيال، اللي بيلبس فانيله النادي الاهلي بيبقى دايما مصر على الفوز، وده سر نجاح النادي الاهلي، ان هو دايما اللعيبه بتاعته حتى لاخر لحظه. بنشوف النادي الاهلي على مدار سنين كتيره جدا بيكسب في اخر ثواني واخر دقيقه، وبيغير اتجاهات حاجات كتيره جدا في اخر ثانيه. الدوافع موجوده عند النادي الاهلي، الدوافع موجوده عند الاجهزه المختلفة في النادي الأهلي، فالحافز والدافع موجود. نرجع للكابتن حسام، أنا شايف الكابتن حسام عامل يعني طفرة كبيرة جدا مع الفريق ومع اللعيبة. لأول مرة فاروق تبقى قاعد وتبقى محتار في التشكيل اللي هيلعب بكرة. قبل كده كانت النادي الأهلي يقول لك فلان وفلان 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 والتشكيل ثابت، ولما كان في واحد من الأساسيين بيتصاب كنت بتستغرب وبتقول طب هيلعب بمين، ممكن يجيب واحد تاني مش في المركز ده يلعبه، يحاول يلعبه في المركز الجديد عليه. دلوقتي ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي كلها جاهزه، تعرفش مين الاساسي ومين الاحتياطي، اي حد بيشارك يعني بتلاقي مثلا معلول مشارك مثلا بصفه اساسيه ما يبقاش موجود يلعب صبري رحيل مكانه، بتلاقي حد في نص الملعب، بتلاقي احمد فتحي مش موجود، بتلاقي محمد هاني. اللعبة كلها جاهزة واللعبة كلها تعدد الحلول، تعدد الحلول كمان في الملعب. النادي الأهلي كان معظم أوقات اللعبة كان لو هنتكلم على بعض قوى النادي الأهلي أنه كان بيلعب من ناحية الأجناب، وكان دائما أطراف النادي الأهلي قوية. دلوقتي مبقاش الأطراف بس، بقى عنده حلول أخرى، أطراف ومنتصف من العمق والتسديد من بعيد والكرات يعني بقت فرقة الحقيقة الحمد لله متكاملة، وعندها اكتر من سلاح تقدر تكسب بيه. كذلك برضو انا في رايي ان برضو الخط الدفاع بيعيش برضو فتره كويسه ومستويات عاليه. اي حد فيهم بيلعب، ايمن اشرف، سعد، نجيب، الحقيقه كلهم على مستوى عالي. فتحي او محمد هاني مش عايزين، محمد هاني بره القايمه بسبب الاصابه اللي حصلت له، وعشان كده موجود أحمد فتحي في الجانب الأيمن. احنا هنروح لتقرير مع أو لقاء مع فريق منانا الجابوني، زميلنا أمير هشام مع من مكان أو مقر تمرين فريق منانا الجابوني. نطلع نشوف ماذا لديك يا أمير. تحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات المران الأخير لفريق منانا استعدادا لمباراة الغد والمرتقبة أمام النادي الأهلي إن شاء الله في ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا، واللي بكل تأكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، وإن شاء الله تكون بداية بالنسبة له قوية نحو العودة لإحراز هذا اللقب الهام جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. لكن بالنسبة لفريق منانا بالتحديد، يمكن النهاردة ده المران الثاني ليه، امبارح كان المران الاول على ملعب او ملاعب النادي الاهلي في مقر النادي في مدينه نصر، ويمكن كان هو بالتقريب هو المران الاساسي بالنسبه لفريق منانا، كان اكيد بعيد عن الاعلام او بعيد عن اعين الاهلاويه، لكن اتمرنوا واستعدوا بشكل جيد من خلال مران الامس. النهارده المران يمكن خفيف بالنسبه لهم شويه، خصوصا ان هم خلاص بينزلوا بالاحمال التدريبيه والمباراه خلاص بعد 24 ساعه بالتحديد، فبالتالي اكيد بدنيا وتدريبات بدنيه اكيد مش قويه بشكل كبير، كلها بعض تدريبات الكرة الخفيفة، وبيستعدوا بشكل كبير طبعا لأداء هذه المباراة المهمة. لكن خليني أقول لك يا محمد إن هو واضح عليهم التركيز الشديد جدا خلال هذه المباراة والاستعداد الجيد لأداء مباراة قوية أمام النادي الأهلي، ويمكن هم بيأملوا إن هم يحققوا نتيجة إيجابية هنا في القاهرة حتى لو التعادل السلبي أو الإيجابي، ويمكن هدف من أهدافهم إن هم يحرزوا هدف طبعا خارج أرضهم يديهم أفضلية بشكل كبير في مباراة العودة، وده اللي بكل تأكيد ما نتمنى
نتمناش انه يحصل. خليني ايضا اقول لك ان المدير الفني كيفن طبعا اوبانجا طبعا المدير الفني لفريق مونانا يعني اتكلم وقال ان اخطر لاعبي النادي الاهلي هو المهاجم وليد ازارو من وجهه نظره، وشايف هو ده اخطر لاعبي النادي الاهلي، لكن هو شايف ايضا خطوره النادي الاهلي الحقيقيه في اللعب الجماعي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وده طبعا متعودين عليه دايما من النادي الاهلي، بيبقى ما فيش لعب فردي بشكل كبير بالنسبه للفريق. فبالتالي دي رؤيه المدير الفني كيفن المدير الفني لفريق مونانا. خليني ايضا اقول لك ان الفريق ده بيضم 2 من اللاعبين الدوليين لمنتخب الجابون واللي بيقوده طبعا الاسباني كاماتشو، حارس المرمى طبعا لاعب مونانا الجابوني احد اللاعبين الدوليين، وايضا لاعب اخر في وسط الملعب يعتبر لاعب دولي ومن العناصر الاساسيه بالنسبه لمنتخب الجابون. الاستعدادات مستمره طبعا بالنسبه لفريق مونانا، زي ما الاستعدادات اكيد مستمره بالنسبه للنادي الاهلي، واللي ختم تدريباته خلاص منذ حوالي اكثر من ساعه هنا في استاد القاهره، وكان المران الاخير بالنسبه ايضا للنادي الاهلي. الامور ماشيه كلها بشكل جيد، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال مباراه الغد. لكن ايضا خليني اقول لك يا محمد ان يمكن في حوالي 6 عناصر مش موجودين من فريق مونانا الجابوني، واللي هم كانوا شاركوا في مباراه الوداد الموسم الماضي، ويمكن ادوا بشكل جيد جدا، او الفريق ككل ادى بشكل جيد جدا وقدر ان هو يخسر في بهاب فارق هدف واحد في كازابلانكا طبعا ملعب الملك محمد الخامس ملعب فريق الوداد، وقدر انه يفوز ايضا على الوداد في مباراه العوده في الجابون، وخرج من البطوله عن طريق ركلات الترجيح. يمكن كان عندهم فريق مميز جدا، لكن في 6 تقريبا من هذا الفريق مش موجودين خلاص مع الفريق هذا الموسم، لكن ده ايضا ما يمنعش ان هم فريق جيد، رغم ان هم في بدايه الدوري الجابوني بيحتلوا المركز التاسع طبعا برصيد 5 نقاط بعد تقريبا حوالي 5 جولات، ومش بيسيروا بالشكل المطلوب بالنسبه لهم. لكن بشكل عام اكيد عندهم دوافع وحافز كبير جدا ان هم يتخطوا دور 32 لاول مره في تاريخهم. احنا عارفين ان هو نادي حديث النشاه، تم انشاؤه في عام 2006، يمكن هدف من اهدافهم هم يتخطوا دور 32 لاول مره في تاريخهم من دوري ابطال افريقيا. هم وصلوا دور 16 في الكونفدراليه، وده كان اكبر انجاز ليهم، لكن دوري ابطال افريقيا هو يعني عدوا الادوار التمهيديه فقط، لكن دور 32 ما استطاعوش اطلاقا ان هم يعدوا هذا الدور. فبالتالي هدف من اهدافهم ان هم يحققوا مفاجاه على فريق النادي الاهلي، وطبعا فريق اكثر تتويجا بهذه البطوله، ونتمنى ان شاء الله من خلال بطوله السنه دي ان شاء الله النادي الاهلي يحقق اللقب التاسع في تاريخه في بطولات دوري ابطال افريقيا. في النهاية أكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة، ويكون يقدر أنه يحقق نتيجة إيجابية بشكل كبير، عدد أهداف إن شاء الله يكون وافر، عشان تكون الأمور طبعا مهيئة بالنسبة له إيجابية بالنسبة له في مباراة العودة إن شاء الله. يا محمد لو في زميلي أمير، أنا عايز أسألك انطباع فريق مونانا عن ملعب استاد القاهرة، انطباعهم عن أرضية الملعب، الحجم والمساحة، كل هذه الأمور حابين إن احنا نعرفها، ما هو انطباعهم عن ملعب استاد القاهرة وأيضا عن فريق النادي الأهلي، وشايفين المباراة هتبقى إزاي؟ طيب خليني اقول لك يا محمد في البدايه عن الملعب، يمكن المدير الفني كيفن المدير الفني لفريق مونانا اول ما هو داخل من ملعب استاد القاهره يمكن كان مبهور بحجم الملعب والمدرجات وسعه الملعب. اكيد ملعب استاد القاهره ملعب كبير جدا وملعب معروف طبعا على المستوى الدولي، هو كان مبهور جدا بشكل الملعب، لكن ارضيه الملعب بالنسبه له كانت علامه استفهام مع حجم الملعب وامكانيات هذا الملعب. يمكن ارضيه ملعب استاد القاهره يا محمد مش على ما يرام، او مش بقمه طبعا الشكل المطلوب او النجيل المطلوب لاداء هذه المباريات المهمه او المباريات بشكل عام، وده يمكن كان انطباعهم عن ملعب استاد القاهره. لكن انطباعهم عن النادي الاهلي، هم مدركين جيدا ان النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، عارفين ان النادي الاهلي دايما بينافس على هذه البطوله، مش طموحه ان هو يعدي دور واحد فقط، لا طموحه دايما هو المنافسه وتحقيق هذه البطوله. هم مدركين جيدا ان النادي الاهلي مش بس نادي محلي او نادي على المستوى الافريقي فقط، لا هو ايضا نادي دولي، ده كلامهم طبعا. انا اتكلمت مع احد الصحفيين اللي مرافقين لبعثه فريق مونانا، ويمكن قال نفس الكلام ده ايضا. المدير الفني صرح باهميه هذا الكلام واهميه فريق النادي الاهلي على المستوى الدولي، خصوصا ان هو شارك في كاس العالم للانديه 5 مرات. فبالتالي هم مدركين جيدا حجم النادي الاهلي والامكانيات الكبيره عند لاعبي النادي الاهلي، وايضا عارف كويس جدا النادي الاهلي بيضم لاعبين كتير من القوام الاساسي لمنتخب مصر، وتاهل مؤخرا لكاس العالم اللي هيشارك ان شاء الله قريبا في هذه البطوله المهمة.
مهمه. فبالتالي يا محمد هم عارفين كويس قوي حجم النادي الاهلي في مستوى القاره الافريقيه وايضا عالميا، فبالتالي هم مهيئين نفسهم لهذه المباراه من ناحيه نفسيه بشكل كبير جدا على امل ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه هنا على استاد القاهره. هتكون مفاجاه اكيد ان شاء الله ما تحصلش، وان هم ان شاء الله يستغلوا عامل الارض والجمهور في مباراه العوده يتفوق على النادي الاهلي، وان شاء الله برده ده ما يحصلش والنادي الاهلي يقدر يتفوق في المباراتين عشان تكون بدايه قويه يا محمد للنادي في البطوله. اتفضل لو في